من ضمن الدراسات الحاله بتاعتنا او الاستادات اللي احنا يعني مميزه، ممكن نقول الليفونتس مثلا، اولمبيك ليون، استاد توتنهام الجديد. خلاص، انت كل استاد بكل طبيعه دوله مختلفه. صحيح. يعني استادات اوروبا اصلا بتتعمل بسهوله. ليه؟ لان هي بسهوله جدا، انت كل استادات اوروبا معظمها يعني بتعتمد على القروض. يعني هو بياخد كارد، يعني يوفي نص التمويل بتاع الاستاد بتاعه من قروض والباقي نيمنج رايتس وسبونسرز وكده. توتنهام 600 مليون استرليني، 400 منهم قروض. اولمبيك ليون يمكن هو اللي كان ليه تجربه مختلفه شويه، ودي اللي احنا قريبين منها اكتر وماشيين فيها، اللي هي شركات المساهمه. احنا القروض عندنا بتبقى صعبه. ليه؟ لان انت طبيعه البنوك غير بره. صحيح. انت بره بتاخد كارد على 1% ولا 0.5% ولا كذا، فانت استعداده سهل. يعني انا ريال مدريد لما رحنا زرناهم، عشان كنا بنتكلم برضو في كذا حاجه، شرحوا لنا تجربه ان هم بيطوروا سانتياغو برنابيو وبتكلفه 400 مليون يورو. يعني كانه بيعملوا استاد جديد، رقم كبير جدا. بيعملوا مناطق، لان هو استاد قديم فما فيش اي برضو خدمات تجاريه حواليه. بيعملوا كانوا بيبداوا من اول وجديد. لا، بيطوروا. هو على نفس الاستاد. بيطوروا، ما انا فاهم، بس كانها بدايه من الاول. بالظبط. يعني بيزودوا 5-6000 مقعد جداد على الاستاد، وبيعملوا خدمات تجاريه واداريه حواليه عشان تجيب لهم عائد. ده اللي احنا بقى بانيينه اصلا من البدايه في النادي الاهلي، يعني ان احنا بانيين كل ده في الحسبان انه يبقى استاد عالمي ان شاء الله. فاولمبيك ليون هو اللي اقرب. يعني لان هو بقى يعني ريال مدريد برضو، يعني لما عمل الحسبه دي 400 مليون يورو، هو قال لك احنا الموضوع سهل جدا، احنا خدنا كارد من البنك على 25 سنه، تسدد على 25 سنه، واحنا البلان بتاعتنا ان احنا هنسدد في حوالي 6-7 سنين. بالظبط. يعني حتى الدنيا سهله. هنا ده تجربه صعبه ان انت تعملي القروض دي، لان طبيعه البلد وطبيعه القروض والبنوك، لا يعني هتخش فيها بقى 15% 20% حاجات مش يعني العائد اللي هيجي لك هيعمل لك مشكله، فمش هتحط النادي في الريسك ده، فبالتالي بتبدا تدور على حلول ثانيه. اللي هي ايه بقى؟ شركات المساهمه مثلا. وده مثال ناجح في بعض الانديه برضو بره، زي في تركيا، في فرنسا، بدات تمشي وماشيه بشكل كويس. اوروبا يمكن ما بتعتمدش عليه قوي، يعني ما رجعش، يعني في اسبانيا وانجلترا مثلا مش هتلاقي ان هو مصدر تمويل كبير لشركات الكوره او الاستاد من البورصه او من الاسهم، لكن في مصر هتمشي، لان طبيعه الشغف بتاع الناس بالكوره والحلم المنتظر زي ما انت قلت يا كابتن هاني، انه هو بالنسبه لهم الاستادات هناك بره سهله. يعني انت كل نادي عنده استاد، وكل يوم بيعمل استاد جديد من الممتاز لغايه الدرجه بتاعته. فالدنيا هناك ان انت تيجي تجذب الجمهور وتقول له شارك مثلا في حاجه زي كده، يقول لك ما هم مش محتاجين ده، يعني هم عندهم البنوك فاحنا هنا فكرنا طب ايه؟ هنعتمد على مصادر بقى اخرى. فالمصادر دي بالنسبه لنا هي الشركه والحقوق بقى، التسميه والرعاه والحاجات دي كلها. بس احنا زي ما بنقول ان احنا بس نبدا نعدي الفتره اللي هي بتاعت، يعني عشان نبقى بنشتغل صح، احنا ماشيين الحمد لله في البروسس بتاعت الموافقات والكلام ده كله، تخلص بس على خير. يعني ان شاء الله تبقى يعني في الشيخ زايد، احنا البانيين الحلم ده في الشيخ زايد، فالبروسس دي بس تخلص، وان شاء الله يعني ممكن خلال السنه دي تبان الموضوع حلو. بمناسبه الشيخ زايد، ونبدا ان احنا بعديها يعني نبقى جاهزين لكل الشغل بتاعنا في الملف ده، بس نكون خلصنا المرحله بتاعه الموافقات عشان ما نسبقش الاحداث. بالظبط. مش عايزين ان احنا نقول نخلص حاجه نقولها، نخلص حاجه نقولها. لكن انا بشرح بس اللي تم قبل كده، واللي تم دلوقتي اللي هو موضوع الشركات بقى، انه بدا قرار مجلس اداره ورؤيه من الكابتن محمود الخطيب ان احنا نعمل 3 شركات. ده بقى تمشي تزامنا ومع اللي هي شركه السياحه وشركه الكوره وشركه استاد الاهلي ده طبقا لقانون الرياضه الجديد وللائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي، ان انت تاسس شركات مساهمه، تبدا تنمي مواردك بقى بشكل متطور شويه عن الشكل التقليدي العادي اللي هم الرعاه والخلاف واللي احنا دايما بنعتمد عليه. بدانا احنا نعمل ده في تنميه موارد بشكل مختلف في الملف التسويقي، يعني بعيد عن الرعاه، بنحاول ان احنا نطور ونجيب عائد للنادي من مداخل كتيره. فهيبقى الشركات دي يعني هتنقل النادي نقله ثانيه خالص، خصوصا مع نادي جماهيري زي النادي الاهلي. انت بتتكلم على قاعده جماهيريه. يعني ده الجذب، يعني ده بقى اللي يعني مع احترامي لاي انديه خاصه وانديه شركات، ده اللي يفرق. ده يعني انت يعني مش هتيجي هتلاقي مثلا حد من جمهور او كده حابب، او حتى من مستثمرين يساهم في شركه مساهمه لنادي مالوش جمهور. طبعا. صعبه. لكن انت النادي الاهلي اكبر قاعده جماهيريه في افريقيا وفي مصر، فبالتالي انت بتنشن صح في الحته دي وبتدرس. يعني احنا دلوقتي ان شاء الله في مجلس اداره 1 ديسمبر باذن الله هنقدم التقارير. احنا 3 شركات
في شركه الكوره بيترأسها المهندس خالد محتاجي مع استاذ طارق انديل ومحمد دماطي. عندك الشركه بتاعه السياحه بيترأسها استاذ ابراهيم الكفراوي ودكتور مهند مجدي دكتور رانيا علواني كابتن جوار نبيل. كله بيشتغل بقى يعني اجتماعات على طول دوريه بيشتغلوا بشكل مكثف انه يتقدم افضل تصور لشكل الشركات دي. وشركه استاد الاهلي انت عضو فيها؟ طبعا استاذ خالد الدرندلي امين الصندوق هو رئيس اللجنه ومحمد الجرحي وانا يعني دي اللجنه بتاعتنا. الثلاث شركات هتقدم تصورها في اول ديسمبر ان شاء الله. في اول ديسمبر تصورها لتاسيس شكل الشركات ده يبقى عامل ازاي يعني تاسيس الشركات نفسها. تمام. بالظبط في اول ديسمبر ان شاء الله ومع موافقه مجلس اداره اولا نبدا. عشان كده بقول ايه مش بالنسبه للاحداث لكن اللي احنا عملناه في الجمعيه العموميه ان احنا حاطين الثلاث شركات دول باذن الله يعني حاطينهم في جدول الاعمال الرئيسي بتاعنا في الجمعيه العموميه 23 24 مجرد ان شاء الله يعني ما ناخد تصديق عليهم خلاص يبقى ده قرار يعني نفضل بقى ان احنا نقدر نشتغل عليه لكن مش هنقدر نشتغل عليه من دلوقتي. ما خدتوش لسه قرار لان هو طبقا لقانون الرياضه ولائحه النظام الاساسي للنادي انت لازم تاخد موافقه الجمعيه العموميه على اي انشاء اي شركه جديده. مظبوط. فبالتالي ده احنا حطيناه دي كده الخطوه الاولى.